بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. وقف بنا الحديث عند هذه العبارة: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صلى بالناس إماما لهم بأجرة يقاطعهم على ذلك، يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا من المال، فهذا لا يصلى خلفه. لما سئل الإمام أحمد عن ذلك، عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال رحمه الله: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ وهذا لا ينافي أن يجرى له من بيت المال إجراء مالي وراتب، لا بأس بذلك، هذا رزق من بيت المال ليس أجرة، وإنما هو رزق من بيت المال من أجل أن يتفرغ للقيام بهذه المهمة. نعم. أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله الشيخ صالح ما حكمه؟ لا بأس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يؤخذ على الرقية أجرة، ويؤخذ على التعليم أجرة، لا بأس بذلك، لأن هذا من الإعانة على نفع الناس بكتاب الله عز وجل وتعليمهم. نعم. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يصلي يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم، هذا ذكرناه. نعم. ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي. لا يصلى خلف إمام يعجز عن القيام، لأن القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. إلا الإمام الراتب، إمام الحي يعني الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته بهذين الشرطين: إذا صلى إمام الحي جالسا لمانع يرجى زواله فيصلون خلفه جلوسا، بهذين الشرطين: أن يكون هو إمام الحي يعني الإمام الراتب، الشرط الثاني أن يرجى زوال علته. نعم. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد. نعم، تصح صلاة المأمومين إذا صلى بهم ناسيا أنه على غير طهارة، أو أنه قد انتقض وضوءه ونسي ولم يتوضأ حتى فرغت الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة، وأما هو فيتوضأ ويعيد الصلاة لنفسه. نعم. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه. نعم، يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه بحق، إما لأنه فيه ابتداع، أو لأنه فيه ضلال، نوع من الضلال، فيكره أن يؤمهم وهم يكرهونه،
وهو من الثلاثة الذين لا تتجاوز صلاتهم حناجرهم، من أما قوما وهم له كارهون. نعم. ويصح إتمام متوضئ بمتيمم. يصح إتمام. نعم. ويصح إتمام متوضئ بمتيمم. نعم، يصح أن يصلي المتوضي خلف المتيمم، يعني الذي تيمم بالتراب بدل الماء لعذر شرعي، لعذر شرعي أباح له التيمم، لأنه هذا طهارة في حقه. نعم. والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام. السنة أن يكون المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، لقول أحد الصحابة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت، وهو أنس بن مالك، يصلي فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. نعم. لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. جابر وجبار الصحابيان، قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقام أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله فأخذ بأيديهما وأدارهما خلفه، هذا دليل على أن المأمومين يصلون خلف الإمام ولا يكونون معه إلا لعذر. نعم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود نعم، وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أم كان إن المكان كان ضيقا. إذا كان وقوفهم خلفه ما غير ممكن لضيق المكان فلا بأس أن يقفوا في صفه عن يمينه وعن شماله لضيق المكان، مثل هذا الحديث الوارد عن الصحابة أن جابرا وجبار قام مع أحد الصحابة في صفه لضيق المكان. نعم. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. نعم. وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل. إذا وقف المأموم وهو واحد عن يسار الإمام فإن الإمام يديره عن يجعله عن يساره عملا بالسنة ولا تبطل صلاته بذلك. نعم. ولا تبطل تحريمته. ولا تبطل تكبيرة الإحرام إذا أداره بعد تكبيرة الإحرام أجعله عن يمينه فهذا إجراء صحيح لا تبطل به الصلاة. نعم. وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم. إذا صلى اثنان أحدهما امرأة فإن الرجل يكون عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، لأن النساء خلف الرجال ولا تصح ولا تصف إلى جانب الرجل الذي ليس من محارمها. نعم. لحديث أنس رواه مسلم وقرب الصف منه أفضل. نعم. وقرب الصف منه أفضل من الإمام، يعني نعم. قرب الصف من الإمام أفضل من بعده. نعم. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا الصفوف تتقارب لا يكون بينها مسافات، وإنما تكون الصفوف متقاربة بعضها خلف بعض. نعم. وكذا توسطه الصف. وكذا توسط الإمام بالصف في الحديث وسطوا إمامكم، فيكون
الإمام واقفا في حذاء وسط الصف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. وسط الإمام عربنا سد الخلل الفرج التي تكون في الصف، فلا يكون الصف فيه فرج، لأن الشيطان يدخل من تلك الفرج ويشوش على المصلين، فإذا التحم الصف ولم يبق فيه فرج امتنع الشيطان من تخلله. نعم، وتصح مصافة الصبي. تصح مصافة الصبي المميز، الصبي المميز الذي تصح صلاته، تصح مصافته، لقول جابر: قمت أنا ويتيم، واليتيم هو من دون البلوغ، قمت أنا ويتيم خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. فاليتيم المراد به من لم يبلغ. نعم، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. العجوز أم سليم كما سبق. نعم، وإن صلى فذا لم تصح. إن صلى فذا خلف الإمام لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فذا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح. نعم، إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح أن يصلي خلفه يقتدي به، أما إذا كان لا يراه فلا يصح، لأنه قد يكون الإمام وراءه. نعم، ولو لم تتصل الصفوف ما دام أن الصفوف خلف الإمام ولو كانت غير تامة تصح الصلاة. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان. سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا المتن في الدرس القادم في برنامج كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكر الله لكم على ما بينتم لنا وللإخوة والأخوات، وشكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.